بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وانا اسنا بان با خيارتا هودا انغا داوانايسا هلكاني وا تلفزيون كا عالمغا اي سومالي كيبل استوديو هيسا مغالدا مقدشو كسو دوادا برنامج كا تدوادلها اي برارغو انو كغا هادلنو حالدها دلنيردا سومالييد ظروفها اي وجهيان فرصدها اي هيستان اي هل ابوركودو انو برنامج كان كسو بندغنو waxa barnaamijka todobaadkan marti noogu ah oo aanu ku eegi doonaa Sheikh Liban Sheikh Muhammad Ali oo kamida dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan wuxuu kamid yahay dhalinyarada xirta ah ee cilmiga diinta Islaamka ka barata masaajidda iyo mowlaacyada haddana waxa uu isku hooray inuu tarjumo qaar kamid ah kitaabada funuunta diinta Islaamka oo ay kamid yihiin kitaabadan agteeda yaala ugu horeeyo كتاب كان فقيه اه سفينة النجاة أو كم إذا علمي جا برشدي سا جارهان فقيه كتاب هذا أوجه الرئي أرضي ذا داله العلم جا لو أقريه صدق لو حاكم إذا كتاب هذا أو سجال اه كتاب كان أو اه 40 النووي أو اه أفرتن كحديث كتاب كي كقريهين وحاو كتر جمعي لقبضي علم هذا الصومالي هذا أثر كحيد صدق كدولي إن أرضي ذا داله العلم جا أربعة ده إني barashada culimiga bilaaban ay wax ka kororsadaan isla markaana ay u fududaato in ay si fiican u fahmaan casharrada ay akhristaan ee Sheikh Liban ayaa nagu soo booqday studiyaha magaalada Muqdisho waxaana kitaabadan dhawaan ku soo bandhigay magaalada Muqdisho sidoo kale waxa jira kitaabo kale oo qoray oo kamid yahay arif waxmaalada oo kitaab ka diyaariyay oo nala wadaagi doono waxyaabaha ay uu ku soo kordhiyay qaabkii ay ardayda wax ugu baran jireen دكسيدا قرآن كأي ألف حمالة لوجو بالله بجري شغلي بان وانكو سو دوين يا تلفزيون كسومالي كيبل أجهرن بل دتك محارم أنا برنو شغلي بان وذات كان قرأي كتاب ذا ترجمي لوقدن كترجمي بل قفك ويهي أجهرن شغلي بان واقوما بسم الله الرحمن الرحيم أجهرن إلهي بام هذا سبحانه وتعالى مرك حكتنا وحنو مهد علني يا تلفزيون ك صومالي كيبل ليبان محمد علي أما ليبان شيخ محمد علي ومن دل يرى وكل شيء مقال هذا حرر ديرة قبل كمدوك صوماليا لابد يكون يكودي مرا يهد لابد يكون يكودي طوانكي أما لابد يكون طوانكي كوبا يقنو ميلا حاسنا أيا وحو إلهي يسو رقالي إنا مارك تدوس القرآن كوية المقال هذا أو لقي جيلا معلم كيغا معلم محمد شوكي أنا نحو القرآن ككبرته إلى أنتي دور صناعة يا لجوا القرآن كان دور جربا نقديمي كدبنا أبه خير الله سيو أدين توجع الله يا لا أنت يا رديه جري واحد بردون تا كتاب هذا علمك وأحكى لكم وقولي أو مقالي قدون تيت ساس دلاد دي مركا كدب أيا نحو أي أنا واحد أسوق قدوة مقالة مقدشة ودو قصة من سديت سنة أو عدة سنة كسر على إبل الله بايو أيا نكون قد جرا كتاب هذا علمي برشدو ده يا آخرين تودا يدات كسي بريد هذا. برشدة علمي ما واحد بالله هذا أنتي الدكتور قرآن كده جاني يسمى سمير كالدكتور إذا مسكت أكون بالله هذا. برشدة علمي قا هرتم علي كي غير الله سيا يا صفينا هيو. مارك كتابة كلا تغير 40 كي كمدي هين يسوع بالله بي. على أساس توصى مارك مقالة مقدسة أو ميد أيان حر نقضي أو كوب بيري. حرتا شيخ عالم كاش عبد السلام علي محمد. مرك مدد السادة مرتي حمر عن جوا أيان علم اللي أنت عدنا كبرتي حوجود عمرتي. وعتاد. شغلي بان بحد يجي شيء كيسين علاش بربار كأيو برشدي دكس قرانك. وحد سو كسو بيرتي علاش حرني ماذا؟ أدوه كسو هجري دكان كأجي صايدا أيو أبها أيو فهم الك حتى كسو جوري. بل علاش حرني ماذا؟ دتكو أنت بدنا أرتي بدنا كم هيستان. een waa sidee qof markuu rabo inuu nolol xirnimo ah galo maxaa looga baahan yahay nolosha xirnimada ah qofba sidoo waxa waa markuu maqlo xirnimo ay la noqonaysa balse dadka ahlu qalbiga ah oo maarta diinka Ilaahay jecel waxa u soo baxayso inay tahay diin ugu eed iyo waqtiga dhan oo loo huro kitaabada cilmiga barashadooda nolosha xirnimada hadii aan sharaxno xaaladda hadda lagu jiro iyo xaaladii maaragtay sanadii hore culimadii hore waa kala duwan tahay culimadii hore waxa laga yaabaa inay sa garab badan heli jirin ayagoo dhul dhaadheer uga yimid ayaa waxa laga yaabaa markii magaalada yimaadaan in ay waxa waaye
أي واحد انتظر وكل أي راجرتي زيادة طريقها كقرن وحلا الشيء شيخ إن الله نحرسته شيخ حاج سوفي شيخ عبد الرحمن سوفي حرت وحلا الأوي ما جرتي وكل مركي أي بالكسي لو يهين أما معلم يجوعان بواس كحلا عرر جري وأقدم بروح وارك حر أنك تجين أو بلوي لجوا مركز سويري ورحاني كل عقدات قارو عرر جريني مركز سويري ده شيء غونين ilaa akta dad degana waxa waaye sac lehba wuxuu yiri sacas ma galabta idin la saya maqribada ee imaada maqribka maqrib aanahaas aan cabnaa marka isku cilcilina laakiin hadda xirnimada maanta joogto oo waxa waaye dadka maanta xirta fursado badan ay haystaan dhibaatooyin iyo caqabado badan baa wajahayaan fursadaha ay maanta haystaan waxa kamida qofka xirta dadkiisa iyo dhulkiisa ka soo tagay mobil yar oo haysta oo leeyahay inta halis soo tuuro maqaayadaan ka soo cunaa lacagta kale loo soo tuuro gurigaana ku kireysana horta dhinacaas nolosha way iska bedeshay waa ka fududahay cilmiga markii la baranayana waagi hore waa cusula jirtay kelmadda lagu sheegay haddaad markaas qaban waxa waaye waa gudbi jirtay laakiin hadda memory iyo waxbay ku duubanayaan oo sida hore waa uga fududahay waxa kaleeto maalinta caqabada noqday oo hadda isbeddelka yimid waxa ka mid ah waagi hore xeraha qaar waxay heli jireen jilid in cid oo waxa waaye markaa sheekha ag degan ay dhahdo cashada ay ugu leedahay warquraacda ay ugu leedahay warguriga qayb ka deg hadda laakiin cidihii waxa waaye inta badan iyo dadkii dariska la ahaa culimada oo maarata ama masaajidaas ee jiri jiray xerta wax sii jiray waa yaraadeen sababa jira awgood marka isbeddel badan ayaa ku jiro markii xirnimada laga hadlo magaca xir ayaa maanta markii la maqlo dadka qaar aysan ay liidnimo u arkaan kan waa xawgala kan waa xero way leeyihin marka qaar marka inta dadka waxa waaye ahlu diinka oo diinka jecelna maahana waa dadka heer magaalka hadda iskaga batay oo xirnimada wax laga tegay u arko oo macnaha waxayba u arkaanba qofka hadduu diinka ilaahay keliya u go-o qof xoogaa si wax ka yihiin ba inuu yahay markii horena waxaa loo arki jiray darajo in diinka loo go-o oo loo xiroobo qofka waxa la leeyahay xeradii meedu kale xer waay isbeddelkaasaa jira marka fahamkaas qaldan xaguu ka yimid marka in xirnimadii faham qaldan laga qaato xaguu naga soo galay fahamka markaad u fiirido qofku waxa la yidhaha malabku hadda inuu macaan yahay qofku inuu dhadhansho ama loo maaragtay onba horta oo ku garan karaa dadka xalaqooyinkii diinka lagu bara jiray oo kale hadda markii ay tegi waayeen ay yaraatay intay faham ka haystaan ay waxa waaye suuqyadii iyo iskooladii iyo dheheen oo dhex galeen ay dhinacaana waxa waaye ay u badan waayeen waxaa usoo baxday dhinacan qofka jiraa maadaama uusan xoolo badan iyo maal badan uusan lahayn ama uusan samaynin inuu yahay qof adduunyadii ka haray oo dambeeyo marka sidaas daraaddeeda waxaa laga dhigaba magac liito oo qofka hadda markii layidhaha xerow waa tahayba xoogaa sidii liidlaana in loo dhahad u malayda marka fahamkaa qaldan dadka ka haajiridda ay ka haajireen ka dhexbixidda ay ka dhex baxeen culimmada agtooda ayuu ka yimid markii loo fiirsho sheekh libaan markii laga hadlayo xirnimada dabcan waxaan ognahay in cilmiga oo islaamka iyo diin furunta islaamka in loo go-o waxaa jiro aqoon kaloo maadi la yidhaahdo oo iskuulada lagu bixiyo ma iskuulada ka imaantaa ciladan oo in xirunimadii laga carar ah xerta laftigeeda waxaa lagu eedeeyay in aysan faham ka haysan cilmiga maadiga oo marka qaar ardaydii cilmi maadiga baranaya qofkii soo lama dhihi karo cilada kaasi ka imaata cilada horta waa ay badan tahay oo dhinac walba waxaawaaye waxaa la yidhaha almarow caduw limaa jahila min qofku wuxuu cadow u yahay oo dhib u arkaa waxa uusan aqoonta u lahayn waa jirtaa in dadkan iskoolleyda oo maaragtay jaamacadaha galay ay xirnimada u arkaan wax dambeyn ah oo waxa waaye dib u laabasho ah oo maadaama aysa dhex gelin laakiin ay tahay xirnimadu diinka ilaahay oo loo go-o oo waxa waaye ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri yaa yaxya khud alkitaaba biquwa nebi yaxyo maarata kitaabka waxaa la yidhi waxaa ku qabataa xoog u qaado oo waxa waaye waxay dhahaan culimmada qofkii waqtigiisa dhan xirni maarata siiya kitaabka iyo cilmiga cilmigu kala bar buu siiyaa qofkii qeyb ka mida siiya cilmiga maaragtay maarata waqtigiisa siiyana wax dheexaa kaba helo marka xirnimadu sida dhanba lagu sheegayo waxay tahaba cilmiga inaa u go-do oo waqtigaaga dhan gelido si aad fahan fiican uga hesho waxaa laga yaaba marka xerta laftirkooda waa jirtaa oo iskoolka hadda culimmada maaragtay qaar markay ka hadlayaan in la yidhaahdo iskoolku diinka oo cadow ku yahay sababtoo ah culimmada qaar waxay dhahaanba iskool waxay u yaqaanaanba isqool qool adduunya isgeli oo waxa waaye waana saxo markaad fiirido
dadka hadda Soomaaliya markii la joogo iyo nidaamka waxbarashada nidaamiga ah waxa uu maleeydaa in sidii marti laga rabi aan lagu wadin oo waxa la rabaa in bidixda lagu qabto diinkana midigta lagu qabto sidaas ayaa sida saxda ah oo iskoolka dad waxyaabo in aasaasi ah lagu barto caafimaadkii iyo waxyaabo kale oo barashadoodu ku xiran laakiin sida saxda ah waxay tahay marka koowaad in cilmiga Ilaahay barato marka quraanka barato hadaa kan ku dari kartana ku darto markii la fiiriyo kala horaysiinta barashadii cilmiga ama maadda ahaato ama culumta kale ahaatee qofku anagoo tusaale qaadanayna qur-aanka markuu yaqaano kale inuu culumta kale barto si ugu fudaan ama culumta kale soo yaqaano markuu rabo inuu maadigii barto kale yaa fudud qofku inuu ku hormaro markii la fiirsho hadda inta badan dadka iskoolka la geynayo dugsiga qur-aan waa soo mara badankooda waxay waalidku leeyihiin cunugan iskool waxba ka tari maa duusa qur-aanka soo baran iskoolka waxba ka tari maa duusa qur-aanka soo baran fikirka ah waa qabaan laakiin haduusa kitaabada soo baran waxa waaye maadada carabiga maadada tarbiyada iyo maaragtay afka carabiga waxba ka tari maayo fikir ah inuu meesha yaallo oo la aamino oo la aqbalana waa la rabaa sababtoo qofku markuu kitaabada barto dadka hadda xeraha ka baxay ee iskoollada galay waa ka sarreeyaan dadka kaleto aan xirnimada soo mara sababtoo luqada carabigana boqolkiiba boqol inta badan ka keena ama u dhowaana luqada tarbiyadana waxa waaye maadada ahna saas oo kaleto waxa waaye boqolkiiba boqol u ka keena ama waa u dhowaana waxaana ka saacidaayo waxay tahay labadaas maado xirnimadii iyo kitaabadii uu ku xiraa markaas arka isku wadiddana waxa waaye isku wadidda oo waxa waaye xirnimada iyo iskoolka waxaad u maleyda xoogaa yar inay isdiidayeen sababtoo xirnimo cilmiga loo go-a waa marka inta cilmiga loo go-o sanado fiican la siiyo toban sano ku dhawaad toban afar sano ku dhawaad in waxay ku fiican tahay iskoolka loo soo gidiyo haddiiba iskool aan laga maarmin haddii kale iskoolka haddii laga maarmi karaan hadde ehel waa leeyahy iskoolka ehel badan haystaa diinka ehel yare diinka in lasii xoojiyo sheekh waxaan gelaynaa kitaabadan aad tarjumada ku sameyday waa imisa kitaab horta kitaabada hadeertaan diyaarsan ee daabacan oo la heli karo waxay yihiin waa sagaal kitaab ama kitaabada maaragtay kala furan oo ii qoran qaarkoodna sicid ka dhiman tahay qaarkoodna dhammaystir u dhiman yahay waa cadadooda hadda meesha ka sheegmaa laakiin waa dhowr kitaab waxaa ka mid a kitaabka caqiidatu daxaawiya waxaa ka mid a madniga yarka ee naxwaha laga bilaabo oo ajruumiya la yidhaho dadka dhan haddii naxwo la maqla ajruumi u yaqaanaan waxaa kaleeto oo kitaabada hadeertaan ayagana aan qoro oo ka mid a oo qoriddooda aan ku guda jiraa haddii ilaahay idmo mar dhowna inaan soo bandhigo aan rajeyna kitaabka la yidhaha abushujaac oo isagana waxa waaye axkaamta boos weynka uga jiro haa isagana qoriddiisaan wadaa marka kitaabo kale caqaa'idaana waa jira waxaa hadda eg yaalo kitaabkan safinatunijaaga waa dabcan kitaabka ugu horreeya ee fiqiga ardayda loo bilaabo xerta ah sidee kugu dhalatay inaad kitaabadan tarjumad ku sameyda waa mahadsan tahay kitaabada horta tarjumaadooda waa aniga marka horeeto aniga aan islahaa maaragtay iska samay maahayn laakiin baahiyo jira igu dhaliyay markaan waxa waa ilmo yaryar oo badan oo magaalada hadda kuwa jooga ka mid a aan wax u akhriyey oo dhibaato badan kala kulmay kuwa qaar markaa waxaa laga yaabaa aad u akhrido inaad u qorto qalin uga buuxda kitaabka dhan ama intaa waxa waaye u duubta aad tidhahdo maanta dhan soo qorqor mar walba adiga wax qorid la wadan maaragtay la qorayana waqtiga dhumaayo oo toban daqiiqo oo maaragtay maanta dhan qofba mar kitaab u qorayo waa waqti toban qofood oo qofkiiba mar intoo waxa waaye loo hal mimiri loo duubana soo qorayda ayagana waqtiga ka dhumaayo marka waxaan isiri qaabka qaab ka gedisan oo kitaabkii oo diyaarsan oo qoran haddii la helina waa fiicnaa lahayd laakiin qaabkii iyo jadwalkii iyo heykalkii aan qori lahaa ayaa iga dhuusanaa mar dambe ayaa ilaahay wuxuu waafijiyey habeen habeenada ka mid ah inay igu soo dhacda fikradda hadda qaabka aan u qoray oo jadwalka oo godadka iskuna jiraan kelmaddii fasirkeeda iyo waxa waaye iyo kelmaddii carabiga ahayd oo waxa waaye kelmadda kale ku xigtana waxa waaye aysan ku darsanayn ay kala xiran yihiin mar dambe ayaa ilaahay igu soo riday ilahay u waafajiyey saas daraaddeeda marka aan dadkii tusay falcelinta aan kala kulmay waxay noqotay qaabkii loo baahnaa laqbaha culimmada in loo qoro waa qaabkan dad badan waxaa laga inay fahmi waayaan laqbada oo fasiraad iyo tarjumad iyo waxba isticmaalaan laqbadan bal ma kelimada carabi ho oo si gaara culimmadu isticmaalaana maxay tahay idu horta markii laga hadlaayo laqbe waa dadkeena koo furtaa inta badan dhahaan
وغيره واحد لقى له دوت ده إمارة إن لقاه له دوت ده هيو لقمة عمل لقمة ومركز معنا لقمة ده أفجلس مركز أوفير ستو ده لسنتين معنا وحواية لسان معنا لسان العلماء عرب كي علماء ده أي وحكو أخرين يهيكل يقاب كي وأخرين كلمة ده أوفر سرين أيات دخلة وفقات وحسي برد أيات سيجار سينا سقون ودخلة وفقه لو سيجار سينا مركز واسيل سلط oo sheekii tobanad laga yaabo kelmadda sidii looga maqlay inuu soo gaarto marka waa arabkii culumada ama luqmada iyo culumada afgaliskoodi oo ku soo gaarto marka kalmad carabi ahaan u dhadhansato waa luqmad iyo afgalis sida kelmadda waa af carabi kelmadda hadda laqbe waa Soomaali noqon laakiin wixii ka soo gadoontay marka u fiirido carabi asalkeen faham arabiga marka waxa u fiirido marka waxa waaye luqmatuna soo baxaydo kale معنا وارت اللغمة ضدنا وحي كلهين ترجمة ذا بلفتر كذا بقى اللغبة اللي يراد لكن ترجمة ذا قيبة بدن أو قيبنا اللغبة نقى قيبنا الرجود نقى هو كتابك أو هذا فصل كي أو دن أهل مرع سومال أوجدد أما وارت اللغة ذي كلا كوف السيرة أوجدد وارت بل هذه عن فير إنه اللغبة ذا صدق طبعا qaab u hajir culimadu wuxuu akhriyaan oo ardayda lagu akhriyo ee safiinto kitab safiinada kala diya hal mar qaabka oo luqbada dan not state hada kitabka hadan gacanta ku hayo waxa la yiraahdaa kitabkan waa safiinatu salaah laba safiino kan oo safiinatu najaa la yiraahdaa kan dambe safiinatu salaah laba sheekh waa kala leh ag dadku safiinatu salaah ka dambe ayay magaciisa qaateen marka salaada kitab safiinatu salaah la isku yiraahdaa marka najaaga al hormariya marka markii la akhriyay al hormariya maadaama uu ka fudud yahay alfaadiisuna ay furfuran tahay wax badan uu ka hadlaa asaga al hormariya kana maadaa alfaadiisu ka kan tahay oo na yar yahay waxa la kaas qof soo akhristay aad u fahmi karo sidaas daraadeed marka kitaabkan hadda markii culimadu la qabeynayaan aadan tusaaleeyo oo meel dhaxo kala taa dirtaan aan ka soo qaadaya وأما أركان الصلاة صلاة تيرر كيدو فتسعة عشرة طبعاً يسقال واي الأول كان كوات النية نية دي واي بالغلب غلبك لغن يستو فيحضر وحو صو حاضريا فيه غلبك فعل الصلاة صلاة فعل كيدا وكو صو حاضريا ويعبر وحو كعبرا عنه فعل كاس بأصلي أو كعبرا وتكا ومعنى قلبك ومعنى إنه تكاي وسوق إنه تكنا يسوق لنا ويحضر وحو صو حاضريا فيه قلبك فرضية تها صلاة فر لماذا إذا كسو حاضريا ويعبر وحو كعبرا عنها فر لماذا صو قلبك كسو حاضرنا بفرض أو كعبرا ويحضر وحو صو حاضريا فيه قلبك تعيينها صلاة مع عبيد إذا كسو حاضريا ويعبر وحو كعبرا عنه تعيين كاس يا مع عبيدس بالظهر أو كعبرا أو العصر أم عصر وكعبرة أو المغرب أم المغرب أو العشاء أم العشاء أو الصبح أم الصبح هذا تعيين كاس أو كلمة اللي هي وحال علنا طبعا هذا ميركا لعلنا صومالي هانو ولو علي كرا وعلى ذكر عنه تعيين كي معنيس عنه مقع عابدس عربي هانو ولو علي مكا حرم هذا الجوج وحواي لغبي علماء سيكودي جرتوا نحو لعلنا عنه تعيين كاس عن التعليم والعلنا يهورا هذا سكوا فرن رن وعلقبدي علمذا يلسوق وحلي رجال مجرور وهو حرف جركة وقال تعالى تعالوا جاء حيا مركل لقبضة ضد كنبي كمته ضميرك علن تيس مركل كتابك إيه ضمير الأولي على لو مرتين لقبضي لقبي إيه مرسي وضمير ارتيس يعلي سببته ضميرك حدي مرت مش أقول له بتيك هاغل ضمته معناها لما اسبدلها سببته وحلاقي يا بنا فاعلك مفعولك ضميرته سكوا غلط waa taa sheekh sidoo kale waxaad ii sheegtay in uu jiro kitaab inaad ka qortay al-fahmaalada inkastoo uusan wali soo bixin hadana waxaan rabnaa bal si yar hor dhac inaad noola wadaagtid qaabka uu al-fahmaalada ardaydu waxay ku baran jireen alif la kordhay alif la hoosay alif la guday oo ah qaabka lagu soo guuriyay sida la sheego sheekh Yuusuf Al-Koonayn Allah naxariisto maxaad ku soo kordhay sidee wax ugu bedeshay bal noo sharax marka horta kitaabkan aragtay hadda aan qoray waxaan ilaahdaa muciinul mucallimiin kaalmeeyaha macallimiinta waxaan u rabaa dadka barayaasha ah macallimiinta quraanka ah
إنه ضد كغاب كي معناه وبرعيان كاد وككلمي ألف كون السيسة دمبرتا أصغو القرآن ضد كغار عمره لكن ألف هو هواي عربي حرفي وككبنا القرآن كي هواي أصغو القرآن ما لكن ألف أحماله وحوي هي حروف القرآن ككوبي هو هواي ضد لكن ضد ألف أحماله دي مغنى عامة وحلاقيها بين القرآن كي ملايين وحبلا قبل دليل كريم القرآن كي منزل كفاتحة إلى أنت كده حيد برب الناس هو لكن وح لو تجي كذا مدن الغبرتا وهو قف قصو القرآن وقف آخر سكر النقض والله قبل ما نقول وهو يعني وارت ألف جلس لو قدين أو لو ميرين أيه وهو أيه الله برا سقف كدوتيو كتاب القرآن وآخر سكر وقار مرك ألف ك أنا كده حقله مرك أن القرآن كصبرنيني إلا هذنا الله سميع مرك أرتي وتشوك سقر أعرف ما راس رب اللعبة أو قصبتها إن لو قبل لعب محوقفك على ألف حماله وقبها هي ويكعه وده سو قرآن كله أجره ألف كرت وحوقفك كعوين يا إنه هنكادي برتو كعسكين أو برتو قابق حلو هنكادينا يكعس كلامه هران قف مركو كعس كبرتو كعس مركو نتيجة دي وحوق قال يا ها نتيجة دي سو بحيد أول سو حرفي اللي سو حرايي زي كليهين مقعيدو دي سو سكر راعيين قف مركو برتو وهو يقول إن قاف وقاف قبل العبيد والله من كل ما هيد إنه قاف جودي الله من كل ريب ريبية أيو ألف كان كبرنا يا مرك هذان الله بتوس وإيش هذه هراء ألف كأدا عن قري وهو جرو وهو ألف كين هراء أرد الله نحرس الشيء غير نشوف صف الكونين قاعدة دي أو نوفس لي أو وهو صومالي إنه يقول رجع أو قاعدة مرتي سعجرتيه ومشهورة وحتى متقاعدة كلاته وهو يعيد من النفع له لكن عربي كصوت تذكي مركا علماء غار يوم علمين تغار كم إذا وهو صومالي جي جي ذا نمرت مي ربنا كم إذا واحد دم عين إني ما دام قاعدة دي وهو شيخ وقاعدة حوا كفى إذا بدنا عربي يعتمد إني عربي أجران ساسي تاد أنا عربي نبكي لقى كل ما وحوا ها صومالي ذي تذكي غار أو لها يوا هو عربي وهو يارت عليه هو تا أو ضمة يفضحة يكسر قفك معناها معلومة لش يجي مركا حقا وليس نوقف جرا بس دلاد إذا مركو حن سري وقلبي يقصود عضي عمد كنت عربي كان هذا الصعود يصو مالكي هراء وعددك قارئ كسي وارتي جدي كسي يهين هو يصو مالي لقوك المكره هو صون هو قاعدة ضمة عربي كأهنا أد أقوله وفائدة يسوت سيس دلاد إذا مركا هو أن ألف صوب باللعبي إلا هو أنا نون أيان ديقي وارتي وارتي سغالك ألف أيان غري وحان أغري قاب كان هذا مرتين شيغا يوه ألف كر يوك لدو حان دهي ألف لكر ديقي أ ألف لهوس ديقي إي ألف لقودي أو أ إي أو معنا وحيد أول وحيد عربي هان ألف فتحة أ ألف كسرة إي ألف ضمة أو أ إي أو مركها عربية دي أيضا ها. سو مالك إني هرنا حوا هاي ألف لكر دقاي ألف لهاس دقاي ألف لجودي ومعناه سكان وحكم قلنا نتيجة دي كعسكي هذا ألف لكر بيكون قوة ضم بوحوا وكهر من السنة سو قوة ضم عليه هذا أنا ألف وكل مركا لا تصالحان أنا جوا حهري لو دي جري أن ألف لكر دقان إن ألف لهاس دقان أن ألف لجودن عربي يقولوا حليه هاي هذا صعداه ألف فتحتين أن ألف كسرتين إن ألف ضمتين أن أن إن أن أنا مركب مدة عن ربو كسرتين ضمتين وأيضًا عربي هوشي أتكينا ياها مشيال هوشي أتكينا يا مركب واحد سري صومالي جوهرة مركب أنا ألف يلي بدل لا أنت كذب بيضاً إن كادي كعسكي وصل السودان لكن وحهر يا كعسكي ونتيجة ديها أنا ألف وكل هذا أن ألف لو كردين أن والنتيجة معناه وكعسك صهر مري أنا مركب وحائري ألف لو كردين أن كذالك مري سوت عربي هذا لسه روح لي ألف فتحتين أن كذالك جو جرا وقف مركي أو ده مركب ألف لو كردين النتيجة الحين غنى أن وما الله صبر معناها وارتك لو كردين قص إنه نون ريبن وبدل كيه وهو توصينا وتوين ليه هذا أرد قفكم معنا بلا غر عوان كان كل شيء أو فصل كاسو كارلا وارتي أسد هذا أنا أنا ألفه مركو عن لا أنا ألف لو كور ديجان أنا ألف لو هوس ديجان إن ألف لو جودن أن أن إن أن تمركو حكاية عاوني غفكة ها
هذا أعود وكل قفكي كون كادينا يو تاني هري مرك هر وينو أعود لها أو نتيجة دي أو هر لها أعود ألف كر لي جاي عربي هذا الصعدان واسكوس وحري وحلا هذا ألف فتحة عين ضم واو ساكن أو ذال ضم ذال ضم ذو أعود أنا مركب حرب سومالي كانوا نقطة ألف لكر لي جاي أ عين لا قدي واو لغر بيع أعود ذل قدي ذو أعود نقص صباح أوف مركز بول بول سوس وحرة هل حرف مركب له هذا حرف اللي بعده والله حرف سوس وغبانة سهاد عربي جوي هو خذوا سد حرف له سد حرف سوس وغبانة مركز وكلمة دي عالية صوص صارنا كوبا قصبنا مركز كلمة دي أصدق أولي أنا كادي نصيده مركز تدورين يهور مرين إجا تاب مهاني وحاقل دن إجابه لكن waxay iga tahay maadaama waxa way loo baahan yahay dadkii aad maaragtay bilab badan hinkada la barto in si kooban ugu barto waxa kale oo raacsiyay fasal walba tusaale iyo waxa layli raacsiyay waad aad fikir weey kale to kharaja khatala faala aan kordhiga saaray waxa way maaragtay hoos dhigana waxa way markay sarfiga la aado faciila ha arto wasanka carabta la aado hoos dhig faciila waxa ku socdaan saaray caalima salima godkin waxa saaray faciil waxa ku socdaa sharufa karuma أنا ألف سال سكالات مسادرتين صار ضربا هو خروجا سال سكالات أيضا قوة شغلا إلى مركز سال عن كل مي كتابك هل فصلوا شد إحنا وكل دري أو شد كا أو معنا سالك ألف كم معنا أو معنا أو مرت أو شد كيل معنا مركز كل مدة أو لا 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 غرد مرت لا تضعيف أو لا بجر أي نقطة أو لا لا بكاس فصل معنا كهذا يكون مجرم ما دام الرهبن وياه لكن si gooni looga hadla marka carabiga la joogo tusaale hadda abba ibbi ubbu marka waxa waaye maratay carabiga la joogo waxa noqay alif fadha a ba fadha ba ma'a tashdid alba'i abba ma'a tashdid alba'i ana leeyaha ana marka waxaan leeyahay alif la kor dhigay a ba la kor dhigay ba أيده بعد الله شدايو أبا معنى ما تشديد الباي بعد الشديد ده مركه بعد الشديد ده لا قم ودي ووقرة وحيري ألف لكر ديجي أ با لكر ديجي با بعد الشديد ده يلا لا قابو أبا لك لا بس قابو أكل الدورة مركه هنجد إني هرا شيخ يوسف مكجرتي يوسف معنى مكجر وهذا سجل ألف مدن لكن waxaan isla hadaa shidka ka caawinay oo la mashumsiye la muqawiri aydan waa uga sii aga hadlay markan waxa kitaabku arki doontaa diidaad marka soo baxo waata ee sheekh dabcan waa kitaabo aad u naxfi badan markii laga hadlay waaqaca lagu jiro oo hadda dadka Soomaaliyeed qaar kood xalqaadka inay haadiraan xataa dadka ay ku adagto kale oo raba carruurtooda inay xataa qofka oo guriisa hooyada xataa u akhrin karto maadaama af Soomaaligi iyo isku diyaarsan yihiin faham inuu haysto umbay ku xirinta Soomaan وأنا إلهي ما تذكر جنينا سبحانه وتعالى إنه إلهي إخلاص ونورد قاعد إخلاص اللي هلت وحواي نفع جنس ووارك طبعا إن شاء الله وارك تي لا تكون أي جد عيون وكر جينا إنه إلهي إخلاص يسيو إن الحلقوين كنت أذكر قصة الله بتان وحواي والدين تقول مبدو كان ترولان وحواي غفك الدكان كجوا وآخرستو أو غفك وحواي حفيز كجوا آخرستو أو بل حتى إسكبدا أنا وحنا ضار كتابة dad badan oo waxa waa xirnimada markii hore iska bedaayo iska shaqo tagay hada ayaa aad iga qaataan oo xirnimadooda ku laabtaan kuwa qaarna casharada aan u akhriyo ku soo taxmeen dad badan waxa waa dad wax kale oo wax u akhriyo oo kitaabki ka dhageystay raadiye sababtoo ah man qofkii yuridillaahu alle oo doono bi qofka khayr qayr la meestiran oo la doono yufaqi fahamsii oo qofka suu diin diinka fahamsii ayaa usbuucii ka qaaday al qabad si way faham dari ama faham culays darteed dadka qaarna waxa way fahm waa lahayeen laakiin waa ka dhumeeyeen dhale oo dad badan oo macallimiin oo hore u akhristay kitaabada inta quraanka ay dhigaayeen quraanka mashquulsan ay ka dhumeey ayaa aad iga qaatay maalin walba si ay macna ilmi ugu akhriyaan inta ila moota hore u soo barteen laakiin wax xusuusin ha marka waxa waa kaalm waxa ugu adag oo luma waa damaairtaas baqay fasal oo meesha ka baqay oo qoranta markaas waxa waye meel shi ka dhuntay sidii ugu qoranta loo akhri jiray marka waxa waa waxay noqotay inuu ardada uu quraanka u dhameeyo dhan oo uu wuxuu yiraahdo konton habo kitaabadan idin soo qaada soo farist oo idin akhra xir aad ka dibtiin waa tahay sheekh adam astay waa gaban gabadhan ku sii dhawaanayna
markii laga hadlay hadda kitaabada oo kale qofka in uu arinta xirnimada aan rabaa inaan ku yara laabto qofka xirooga ah dabcan waa qof laga rabo inuu zaahid noqdo oo ogo inuu diinta barto duruufo badanaa dabcan ku xeeran qofka oo wajahaa oo inuu heerkiisa kusoo go-o qaarkood masaajidka oo kale ogtaba lagu aqriya inuu qofka ku noolaado uu marka qaar dunta ku kalifto qofku isagoo cilmiga ma baran karaa isagoo aan duruuftaas marin oo aan ugo-in oo howlihiisa kale dunyada wato horta wax walba ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy wataqu llaha wayucallimkum llah ilaahay ka baqa ilaahay baa cilmi idin baraaya qofkii horta ilaahay taqwo siiyo alla ka cabsi helo oo ilaahay wax aan hana wada siiyo oo dhowrsado cilmi ilaahay baa barayo ilaahay baa u ballan qaaday qofka marka duruufta sideeda waxa waaye yaxya khudi lkitaaba biquwa alayriyo oo ilaahay yidhi subxaana watacaala xoog u qaado oo waqtigaaga dhan geli marka qofka isagoo waxa waaye qofki waxa waaye maarate qof walba ceelka u aruuro biyihiisa cabaaliya qofkii waqtigiisa intuu geliyo cilmiga oo kale u ka helaa marka in waxa waaye qofka isagoo hawlo kala hayo oo cilmigana barto waa dhaadhaa laakiin waa qofku ilaahay la doono dadku uba badno sababtoo ah maskaxdu dhowr waxa waaye maa jacala lirajuli min qalbayn waay waxa waaye dhowr arrimood inaa hal mar isku wada qabato waa adigoo waxa waaye labada lugood waxa waa laba faras kala saartay dhaqaajiye marka halis badana ka imaanayso laakiin cilmiga barashadiisa marka hore qofku inuu u go-o markuu ka biyo keeno oo markaa dhammaystir kaliya u dhimanya oo howlaha kala gala fiican say macnaa isku kaaban haa laakiin oo ku hormaro oo waqtiga siiyo laakiin qofki isagoo waxa waaye maaragtay cawaaiq badan iyo waxyaaba badan tabiicada maaragtay oo adduunyadiya ay ku dhegan yihiin oo waxa waaye saaka ilaa gobolku ka dhacay ilaa uu ka jiifanaa caawa intaasuu arrin hadba waxa waaye qalbiga ku taagan tahay lasoo wacayo oo meel walba waxa waaye laga rabo inuu tago cilmiga barashadiisa xoogan waa adkaanay markaad fiirido xirnimada marka waxay ku fiican tahay arrimahaas oo dhan qofka intuu u keensado meel dhigto inuu marka koowaad ilaa shan sano iyo ka badan ama ugu yaraan inuu cilmiga u go-o laakiin hadda casriga la gaarayo oo waxa waaye wax badan isbedelay oo waxaa laga yaaba qofkii inuu si fudud oo waxa waaye casharadii ku dhagaysto oo ku helo kuwaana waxaan rajeynaya haddii ilaahay idmo inay sii fududeeyaan sababtoo ah dadku mar walba waa sii caajisayaan akhristooyinka mar walba loo sii dhawaado kitaabada barashadooda iyo diinka ilaahay xoogaa dadka culays ayaa kasoo fudaayo diinka wuxuu kusoo bilaabay qariib wasayacuudu qariiban qariibna waa noqon doonaa oo waxa waaye dadka waxa waa haystaa dhimbil daba aysan ka fogi karan aysan hay karan ku noqon doonaa marka aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa wuxuu ahay sheekh liibaan sheekh maxamed cali oo ah wadaad xirow ah oo markaasi tarjumay qaar ka mid a kitaabada culumta diinta islaamka gaar ahaan kuwa aasaasiga ah oo uu saaray laqbadii toosnayd ee culimmada soomaaliyeed laga soo guuriyey waxa uu martin ogu ahaa barnaamijka baraarug ee toddobaadkan isaga oo nala wadaagayay dhowr kitaab oo uu daabacay iyo qaar uu soo wado oo uu ka mid yahay kitaab uu ka qoray alifwaxmaalada oo uu u bixiyey kaalmeeyaha macalimiinta kaasi oo wax badan kusoo kordhinaya qaabka ardayda loo baro higaanta luuqadda carabiga ee alifwaxmaalada ee ka horeysa qur-aanka kariimka tan iyo kulantadanba waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafne nabadgelyo